لقد ابتلينا في زمننا هذا بداء اجتماعي خطير وفساد خلقي كبير، ما فشى في أمة إلا كان نذير هلاكها آفة من آفات اللسان ومدخل كبير للشيطان وداء للقلوب والأركان يبعد صاحبه عن الجنان ويدخل صاحبه النيران، والبعد عنه خير في كل زمان ومكان، إنه الانتقاص من قدر الإنسان، التنمر والسخرية والاستهزاء بالبشر أصبح مشتهرا ومنشور بين الناس وعلى صفحات التواصل، التقليل من شأن الناس والانتقاص من شأن الناس والاستهزاء بالناس والتنمر والسخرية، كل هذا محرم في شريعة الإسلام. قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تخيل معي هذا فسوق، فسوق بعد إيمان، حينما تقلل من شأن إنسان، حينما تحتقر إنسان، حينما تزدري إنسان بسبب لونه أو نسبه أو وضعه المالي أيا كان، هذا إنسان له قيمة عند الله، فلا يحل لك بأي صورة الانتقاص منه أو التقليل من شأنه أو الاستهزاء به أو التنمر عليه أو السخرية منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، صلوا على رسول الله: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يخذل، لا يخذل ولا يظلم ولا يحقر. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر أن يقلل من شأنه، يكفيه من الشر أن يتنمر عليه أو أن يستهزأ به أو أن يقلل من قدره، لأن هذا تدمير للإنسان والعياذ بالله. لذلك نهى الإنسان عنه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك هذه صفة من صفات الشيطان، لأن هذا كبر وتعالي على خلق الله. قالها إبليس سابقا: أنا خير منه، خلقتني إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن يفعل مثل هذا مثله مثل إبليس والعياذ بالله، من يستهزئ بالناس ويقلل من شأنهم مثله مثل إبليس، هذا امرؤ فيه شيء من الجاهلية،
فيه شيء من الجاهلية. سيدنا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه لما عير سيدنا بلال وقال له يا ابن السوداء، أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه. فلما رأى إعراض النبي عنه قال ماذا يا رسول الله، ماذا فعل؟ قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. كل من يعير إنسان أو يقلل من شأنه أو ينتقص من قدره أو يستهزئ به، هذا إنسان فيه جاهلية ينبغي أن يتخلى عنها.